قوموا بالشراء من اللينك الذي سوف تجدوه أسفل الفيديو. حضراتكم معانا في قناة الأبيض وحلقة جديدة وقوية جدا من أخطر توقعات سيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف وتوقعاتها الخطيرة اللي حصلت بالفعل على أرض الواقع. النهاردة معانا توقع مدوي وكارثي. بس قبل ما نبدأ الحلقة بفكرك تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي توقعات في العالم وتوصل الحلقة المهمة دي لكل العالم ويعرفوا التوقع الخطير اللي أصابت فيه ليلى عبد اللطيف وكمان حصل بالفعل واللي هنقول لكم تفاصيل الأخبار في هذا الشأن. ولو حضرتك جديد معانا ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات أول بأول. هبدأ معاكم بتوقع المهم جدا والخطير اللي قالته ليلى عبد اللطيف وتحقق بالفعل على أرض الواقع وشهدناه للأسف على شاشات التلفزيون وأيضا على كل وكالات الأخبار العربية والعالمية تناقلته بالصور والفيديوهات المخيفة. هقولكوا أول حاجة التوقع اللي قالته ليلى عبد اللطيف، توقعت وقالت إننا هنشهد تغيير كبير جدا في المناخ على كوكب الأرض واللي هيؤدي هذا التغيير إلى انفجار بركاني خطير وكبير، وستكون له تداعيات كارثية على بعض الدول وسيترك منطقة كاملة من الرماد. كمان قالت إن مشهد الكوارث الطبيعية اللي هتسببها البحر سنراها تتجدد على عدة شواطئ ومدن ساحلية حول العالم، والموت يخطف الآلاف جراء هذه المياه التي سنراها تحاصر بعض المدن الساحلية وتغرق وتغمر البعض الآخر من جراء التسونامي. كمان قالت فيضانات كارثية هتضرب أستراليا والدول المحيطة بأستراليا زي نيوزيلندا والمياه في الشوارع والبيوت بشكل كارثي. للأسف الشديد التوقعات الخطيرة دي بتاعت ليلى عبد اللطيف تحققت بالفعل وشفناها امبارح في عدة مناطق. هقول لكم الخبر بالتفصيل. اللي حصل كان في اليابان. أفادت هيئة الأرصاد اليابانية إن موجات تسونامي بلغت اليابان ليلة السبت ووصل ارتفاع المد البحري إلى 3 أمتار، وده بعد ساعات من ثوران بركاني كبير في جزيرة تونجا. وقالت الهيئة إن موجات بارتفاع 1.5 متر بلغت جزيرة أمامي أوشيما الجنوبية قبل أن تشهد مناطق ساحلية أخرى على المحيط الهادي تسونامي محدود. ووقع ثوران بركان اسمه هونجا تونجا يوم السبت بعد ساعات قليلة من رفع تحذير منفصل من موجات مد عاتية تسونامي بسبب ثورانه. وأظهرت صور من الفضاء اللحظة اللي نفث فيها البركان كتل دخان ورماد وتسبب بموجة صدمات عبر البحر المحيط به. صورة الأقمار الصناعية بتظهر ثوران بركان تونجا، واللي أعلن مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أيضا إن تسونامي بلغ ارتفاعه 1.5 متر رصد في نوكي ألوفا عاصمة تونجا، واستمر الثوران 8 دقائق ونفث غازات ورماد ودخان امتد لكيلومترات عديدة. وتم حث السكان في المناطق الساحلية على التوجه إلى مناطق مرتفعة. وقال مسؤولون في فيجي إن الثوران ده استمر 8 دقائق وكان مدوي لدرجة إنه سمع مثل دوي رعد من بعيد فوق جزر فيجي الواقع على بعد أكتر من 800 كيلومتر. أمواج عاتية بتضرب الشاطئ في مدينة سوفا بفيجي، وطلب المسؤولون في فيجي من السكان تغطية خزانات المياه لحمايتها من الأمطار الحمضية أو الرماد.
وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي أمواج عاتية بتضرب الشاطئ في مدينة سوفا بفيجي. ومن جهته أصدر مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادي تحذير من حدوث موجات مادة عاتية في ساموا الأمريكية، وقال إن في تهديد بتقلبات على مستوى سطح البحر وتيارات المحيط القوية اللي ممكن إنها تشكل خطر على طول الشواطئ. كمان صدرت تحذيرات مماثلة من السلطات في نيوزيلندا وفيجي وفانو أتو وتشيلي وأيضا أستراليا، حيث قالت السلطات إن مساحات شاسعة من الساحل يمكن أن تتعرض لموجات تسونامي بما في ذلك سيدني. وأيضا صدرت تحذيرات من تسونامي لكامل الساحل الغربي للولايات المتحدة، وتسببت الأمواج في حدوث فيضانات منخفضة المستوى في هاواي. كمان في تحذيرات من حدوث موجات تسونامي من كاليفورنيا إلى ألاسكا، وموجات تصل إلى قدمين وتيارات قوية وفيضانات ساحلية. وزي ما سمعتوا معانا الأخبار، فعلا الوضع كارثي ومخيف جدا جدا. تغير المناخ الشديد أدى لحدوث تغييرات أيضا في مد البحر وارتفاعه، وأيضا الظاهرة الغريبة اللي حصلت بالانفجار البركاني تحت البحر واللي أدى لأيضا ارتفاع الأمواج لعدة أمتار كبيرة. وده كان التوقع الأهم والأبرز اللي قالته ليلى عبد اللطيف ضمن توقعاتها على قناة الجديد مع الإعلامي نشان، وكان توقع كارثي ومخيف هيضرب العالم، وللأسف حصل. بنتمنى إن شاء الله إنه ينتهي على كده وما يتكررش تاني، وربنا يحفظنا جميعا ويسلمنا من كل شر. بشكركم جدا على حسن متابعتكم، ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة، وحنستنى تعليقاتكم وآرائكم، ودمتم بكل الخير والحب والسعادة. قوموا بالشراء من اللينك الذي سوف تجدوه أسفل الفيديو.